هدفها هو التزاوج سريعا عندما تكون الظروف مناسبة على طول مجاري المياه عبر الأراضي والسهول. تتحول كل ثقوب الأشجار إلى أوكار للغزل والتزاوج. ضفة النهر هي مكان رائع لموعد عشاء. خلال بضعة أيام تضع حوالي 6 بيوض تفقس خلال أسابيع قليلة. تغذي صغارها العمياء العارية بسائل يشبه الحليب فتنمو وتكبر بسرعة. يبدأ ريش أجنحتها بالظهور خلال 12 يوما. وبعد 4 أسابيع فقط تصبح جاهزة لمغادرة العش. تصبح هذه الفراخ قادرة على التزاوج بعد 60 يوما فقط من تفقيسها. إنها دورة فائقة السرعة بحيث تفارق الصغار العش وتكمل دورة حياتها. ولكن قد ينتهي الأمر كله في لحظة.